اللغه الفرنسيه العقده د المغاربه كاملين تقريبا، كلشي معقد بهذه اللغه. شحال من واحد جاتو خدمه كبيره وبسبب اللغه فشل في حياته. لا ما كاينش الفشل معايا، انا داير عرض في الواتساب، تخدم معي ابل فيديو كتشوفني مباشره. سمعوا هذا السيد يماني، يماني ماشي مغربي، تعلم الفرنسيه معايا، قال لي تعلمت معاك اللي ما تعلمتوش 12 عام في فرنسا. سمعوا واش كيقول. السلام عليكم استاذ حمزه، كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. والله انا حبيت ارسل لك هذا الفويس، اشكرك اشكرك من كل قلبي، وادعي لك واقول لك الله يوفقك، الله يحفظ لك اللي تعز ويرحم والديك. والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، طريقتك مره عجبتني ما شاء الله، وصرت افهم وحس. والحمد لله صرت افهم. قال لك هذا يماني، يماني علاش انت ما تعلمش انت مغربي ديالنا؟ علاش صيفط لي غير رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل، ضروري باش نجاوب على الرساله ديالك خصني نشوف رقم الواتساب هنا في الجيميل، ما خسر والو. وقف الفيديو، صيفط لي رقم الواتساب، حيت كنجاوب غير على الرسائل اللي فيهم رقم الواتساب. صيفط لي رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل ديالي، الجيميل ديالي هو هذا hamzalmuallam@gmail.com، واكتب الجيميل بشكل صحيح ضروري، حمزه المعلم ملاصقه، حمزه المعلم ملاصقه بحروف صغار @gmail.com، وغنجاوبك. كتب لي بغيت نتعلم الفرنسيه، هذا راه كيخدم معايا في الواتساب وحده في الحصه ابل فيديو. باش انا كنقول لكم في الواتساب 3 شهور عندك معايا تتعلم تتكلم بكل طلاقه بالقدره الله عز وجل، انا غير سبب. ففوالا اليوم غادي نشوفوا هذا المشكل ديال الناس ما كتعرفش تفرق بين الماسكولا والفيمينا، ما كتعرفش تفرق بين المذكر والمؤنث. بكل بساطه غنعطيكم القاعده، القاعده كتقول بان اي كلمه كتسالي بمو، مثلا غادي نقول لك لو ريكولمون، هادي مذكره اوتوماتيكمون غتقول لو ريكولمون ماشي لا ريكولمون، خطا. اي كلمه كتسالي بمو ام او ان تي على لا فون، هادي مذكره. اوكي فوالا، هادي من جهه. اي كلمه كتسالي بسيون، سيون مثلا غادي نقول لك ان كومبيتيسيون، هادي مؤنثه. اي كلمه كتسالي بسيون هادي مؤنثه فوالا. اذا ما غاديش نقول لو كومبيتيسيون، لا كومبيتيسيون تي فوا. دونك فوالا، دونك هنا اي كلمه ايضا كتسالي لي ب او اكسون ايغو هادي مؤنثه، مثلا لاميتيي، مثلا لا بوزيتيفيتي، مثلا لا نيجاتيفيتي فوالا. دونك اي كلمه كتسالي ب او اكسون ايغو هادي مؤنثه، ما غتقولش لو اميتي، ولا ما تقولش مثلا لو بوزيتيفيتي، لا بوزيتيفيتي لحقاش الكلمه كتسالي بو اكسون ايغو تو سامبلومون. دونك اوكي هنا متفقين، هنا لحد الان متفقين، الله يجازيكم بخير. الحاجه الثالثه هو ان باش تفرق بصفه نهائيه ما بين الماسكولين والفيمينا، ضروري خاصك تحفظ لي فوكابولير بلارتيكل ديالهم. مثلا غادي ما غاديش نحفظ الكلمه غادي نقول بونور، نو لو بونور، احفظها بلارتيكل ديالها، احفظها باش تشد الفوكابولير وتعرف انه واش مذكر ولا مؤنث. لازم ضروري انك تحفظه بلارتيكل ديالو، يعني ماشي تقول فوالا جوا فرحه، لا جوا راه مؤنثه. انتم ما عرفتوا الفرق بين فيمينا والماسكولا، القواعد اللي كاين عطيتهم لكم ضروريين عطيتهم لكم. الحاجه الثانيه حاول تحفظ بلارتيكل، ونتحداك يبقى عندك هذا المشكل ابخي نهائيا. الفرنسي كنسهلوها لاقصى درجه، لهذا الحمد لله علينا اقبال في الواتساب والناس تعلموا معنا في 3 شهور. فلهذا احجز بلاصتك معايا لحقاش هذه هي الفرصه، هذه فرصتك الوحيده ديال العمر بالنسبه ليا. اعتبرها ثقه في نفسك، اعتبرها كي بغيتي. هنا في الجيميل راسلني وكتب لي رقم الواتساب ديالك ضروري باش نجاوب على رسالتك، خصني نشوف رقم الواتساب. كاين اللي كتب لي كيكتب لي رساله غير هكا السلام بغيت نتعلم فرونسي وما كيكتبش رقم الهاتف، لا خصني ندخلك عندي نيشان بلا ما نقول لك وصيفط لي رقم الهاتف، لا صيفطو مباشره انا اللي كنجاوب هنا في الجيميل. الجيميل ديالي هو هذا حمزه المعلم ملاصقه بحروف صغار حمزه المعلم @gmail.com. تبارك الله عليكم والله يحفظكم ويطول عمركم.